الكرام، أهلا بكم إلى عدد جديد من ضيف الأخبار. وضيفنا اليوم من مدينة مراكش هو عبد الله بن ناصر السبيعي، عضو مجلس الشورى القطري ونائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، للحديث عن المنتدى البرلماني الاقتصادي وأهم مخرجاته، وخاصة دعما لريادة الأعمال والمقاولات الصغرى والمتوسطة وإنتاج الطاقات الخضراء، فضلا عن تعزيز التعاون والاعتماد المتبادل بين البلدان الأورو متوسطية ودول الخليج. فأهلا ومرحبا بكم سعادة عبد الله بن ناصر السبيعي، عضو مجلس الشورى القطري ونائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط. أهلا بكم على شاشة القناة الثانية. مرحبا بك. لنبدأ حوارنا بالمنتدى البرلماني الاقتصادي المنعقد بمدينة مراكش التي كانت على الدوام أرض حوار، إلى أي حد يمكن اعتبار هذا المنتدى جسرا لتعميق التعاون والاعتماد المتبادل بين الدول الأورو متوسطية وبلدان الخليج؟ أول شيء طبعا أنا أتقدم بالشكر الجزيل للمملكة المغربية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكذلك كرم الضيافة، وليس بغريب على المغرب هذا الترحيب. كذلك أنا حظيت بفضل الله أن أحضر النسخة الأولى، وكذلك اليوم أحضر النسخة الثانية. وفي النسختين كان هناك مواضيع ومحاور مهمة تم طرحها من خلال هذا المنتدى، وهي مواضيع الساعة. اليوم في النسخة الثانية في من الأهمية تم طرح بعض المحاور التي تشغل الرأي العام، مثل تطور المخيف للذكاء الاصطناعي، وكذلك أيضا بعض الأمور خاصة بالطاقة الخضراء، بحقوق الإنسان، بالعمالة، بالأمن، بالهجرة. هناك عدة مواضيع هي تنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد في هذه الدول، ولا شك أن الاقتصاد الأورو متوسطي ودول الخليج أصبح اليوم في مرحلة متقدمة من التعاون، بحكم أننا كلنا في منطقة واحدة، هناك شواغل تشغل الجميع بنفس الدرجة وبنفس الخطورة، فلذلك أصبح التواصل بين الخليج والدول الشرق الأوسط والدول الأورو متوسطية هي مهمة جدا في هذا الوقت، خاصة في ظل هذه التحديات التي تواجه المنطقة من مشكلة المناخ والجفاف، في قلة الأمطار في هذه المناطق، الطاقة، صعوبة حصول التطوير أيضا بالنسبة لمخرجات الطاقة. فهناك عدة محاور نعتقد أنها تم التطرق لها من خلال هذه النسخة الثانية، ستعود بالنفع من خلال التواصل بين الجميع للوصول إلى حلول تكون مطروحة أمام هذه الدول لتطوير هذه العلاقة. يتطلع برلمان البحر الأبيض المتوسط إلى خلق منطقة اقتصادية ومالية أكثر تكامل بين الدول الأورو متوسطية وبلدان الخليج العربي. هل تم اتخاذ خطوات تمهد الطريق أمام تحقيق هذا الهدف؟ هي المنطقة موجودة بطبيعتها بحكم التعامل، هناك دول مستهلكة وهناك دول منتجة، فأصبحت العلاقة موجودة أساسية. فلذلك اليوم يتم تحديد هذا الإطار، إطار التعاون بين هذه الدول للوصول إلى تكامل اقتصادي بين هذه الدول. لا شك أن بفضل الله رب الله سبحانه وتعالى حب دول الخليج بالخير الكثير من النفط والغاز، وكذلك هناك أيضا الدول الأورو متوسطية أيضا هناك صناعات، فأصبح تعتمد على هذه الطاقة، فأصبح اليوم الأرضية موجود لهذا التعامل. وهناك أيضا خطوات تم اتخاذها في تطوير هذه العلاقة بحيث أن تصل إلى تكامل اقتصادي ما بين منتج وما بين مصدر وما بين مستهلك. ماذا عن دعم ريادة الأعمال والمقاولات الصغرى والمتوسطة؟ هناك تحديات كبيرة تواجه هذه النقطة، وأصبحت الدول تتخذ إجراءات كبيرة في هذا الشأن. فلذلك تطرقت في كلمتي في أثناء هذا المنتدى بالنسبة للخطوات التي اتخذتها دولة قطر في هذا الشأن، من مساعدة
الكبيرة تقدمها لريادة الأعمال وللشركات. وأنا أعتقد أنه كثير من الدول أيضا تتخذ نفس الخطوات هذه بالنسبة لمساعدة هذه ريادة الأعمال والشركات الناشئة للوصول إلى أن يكون هناك يحقق رقم مميز في الاقتصاد في هذه الدول. فأصبحت هذه الأمور مهمة جدا، والدول تتخذ الكثير من الإجراءات في هذا الشأن. من بين القضايا التي تم تناولها خلال هذا المنتدى قضية التحول إلى الطاقة الخضراء، ما هي الآليات التي تمت بلورتها لمجابهة التحديات المرتبطة بإنتاج طاقة نظيفة ومستدامة؟ هناك كثير من الإجراءات اتخذها الدول. فلنفترض في المملكة المغربية هو الاعتماد على الطاقة الشمسية، وهي تعتبر من أكبر الدول التي تعتمد على الطاقة الشمسية. وكذلك هناك أيضا دول أخرى تم تتخذ هذه الإجراءات وتتخذ هذه الخطوات حتى توفر من استخدام الطاقة بشكل الطاقة التقليدية إلى الطاقة النظيفة، بحيث أن تحمي هذا الكوكب من التغير المناخي، وتحمي أيضا الصناعات الأخرى من أن تتأثر، بحيث أن يكون إنتاج بالمطلوب ولكن بأقل كلفة بيئية. هل سنشهد تنسيق بين دول الخليج والدول الأورومتوسطية خلال المرحلة المقبلة؟ أنا أعتقد أن هناك تنسيق بدأ، ولكن الأمور مستمرة وفي تطور مستمر، وهذا واضح للجميع. تطرقتم في إجابتكم سيدي إلى التجربة المغربية في مجال إنتاج الطاقات المتجددة. كيف تتابعون في قطر هذه التجربة؟ نحن نتابع عن قرب هذه التجربة. وسعدت في أثناء حضور جلسات المنتدى أن هناك كان في تسليط الضوء على هذا الجانب. المغرب متطورة في هذا الجانب، ونحن سعيدون بهذا التطور. وأنا أعتقد أن هناك سيتم بالتأكيد التنسيق مع الأخوة في المملكة المغربية الشقيقة لزيادة هذا التعاون. ما دمت تتحدث عن العلاقات المغربية القطرية، ما تقييمكم لهذه العلاقات وكيف تنظرون إلى أفاقها مستقبلا؟ العلاقة القطرية المغربية علاقة تاريخية، ليست وليدة اللحظة، سنوات طويلة هناك علاقة في شتى المجالات، سواء على المستوى الاقتصادي على المستوى السياسي. هناك تنسيق نلاحظه كمتابعين. أنا لست في مصنع القرار، ولكني كمتابع أرى أن هناك في تطور في هذه العلاقة، وحرص من الجانبين على تطوير هذه العلاقة. ونأمل إن شاء الله دائما تكون هذه العلاقة بزيادة مضطردة إن شاء الله. الأستاذ عبد الله بن ناصر السبيعي، عضو مجلس الشورى القطري ونائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، شكرا لكم على كل هذه التوضيحات. شكرا جزيلا. شكرا. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.